كلمة السيد محمد إبراهيم وزير الداخلية. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صدق الله العظيم. السيد المستشار الجليل عدلي منصور رئيس الجمهورية، السادة الحضور، بكل معاني التقدير والفخار وبكل مشاعر العزة والانتصار، نرحب بكم وصحبكم الكريم من أبناء مصر الأبرار، ونعتز بتشريفكم حفل تخريج دفعة جديدة من أبناء العائلة المصرية تنضم لمصلحة الوطن وصالح أبنائه، ولا يبتغون في ذلك إلا مرضاة الله دون غرض أو هوى، سان ضرب خطاهم بكل قوة وعزم. رجال الشرطة الأوفياء الساهرون على أمن الوطن فقدموا لمصر وشعبها ثمرة الجهود والتضحيات لكي تبقى مصر كما يرجوها أبناؤها ويتطلعون لها عزيزة قوية، شامخة أبية، حرة فتية، يسودها الوئام ويعمها السلام. الحفل الكريم خالص التهنئة لشعب مصر العظيم، هذا الشعب الذي صنع المجد وحقق المعجزات وأصر على إنجاح ثورته المجيدة في 30 يونيو، وتلاحم وساند جيشه العظيم في 26 يوليو، فأفهر قوافل رجال الشرطة الأبطال وتدفعهم إلى المضي في طريقهم بكل ثقة واقتدار. ففي هذا الصرح العلمي العريق صروح الأمن تبدأ المهمة الأساسية في تكوين أجيال من الكوادر الأمنية القادرة على الوفاء بالرسالة وحمل الأمانة، أمانة حماية مقدرات هذا الوطن. أهنئكم جميعا بمناسبة تخريج دفعة جديدة من رجال الشرطة، دفعة تشهد ميلاد فجر جديد كان ثمرة جهود شعب مصر الوفي، فجر يملأه العزة والفخار والذي تستحقه مصرنا الغالية، فجر ساهمت في إعلانه كافة المؤسسات الوطنية وعلى رأسها القوات المسلحة التي تدفق فيها عروق رجالها كل معاني الإخلاص والإباء والشموخ والكبرياء، رجال لا يشغل بالهم العالم، وأثبت للجميع نقاء معدنه، ومنح للجيش والشرطة شرعية شعبية وتفويض شرعي ليتصدوا بكل الحسم والقوة لكل من تسول له نفسه الإقدام على زعزعة واستقرار هذا الوطن. والإقدام على زعزعة واستقرار بأحداث إرهابية أو أفعال إجرامية واهما بقدرته على تنفيذ مخططاته لترويع المجتمع وتهديد سكينته. وأود أن أؤكد لشعب مصر الوفي أن رجال الشرطة عازمون عزما أكيدا على تحقيق الأمن والاستقرار للبلاد، وهم قادرون على ذلك بإذن الله بمؤازرة المخلصين من أبناء هذا الوطن، ولن نسمح لأي موتور أو حاقد أن يحاول تعكير صفو تلك الأجواء من التلاحم والأخاء، وسنتصدى بكل قوة وحسم لأي محاولة للإخلاء بالأمن، وهو ميثاق قطعناه على أنفسنا ونحن لعهدنا موفون ولميثاقنا حافظون. السادة الحضور، تحية كريمة مستحقة لقواتنا المسلحة البسية. خير أجناد الأرض، وللسيد الفريق أول عبد الفتاح السيسي. ابن مصر البار الذي لبى لداء الوطن واستجاب لإرادة المصريين وأعلى الشرعية الشعبية وحمى مصر من خطر يعلم الله أبعاده ومداه، واستشعر المصريون جميعا جسامته.
أبناء الكريجين. لقد كلفنا شعب مصر العظيم بهمة وطنية كبيرة لتحقيق إرادته التي قدمنا من أجلها كل غال ونفيس بمنتهى الإخلاص والتفاني، وقد شهد الجميع لأبناء الشرطة إنهم قد أدوها وفق ما تقضيه المصلحة الوطنية والواجب الصحيح القانون. وإذ نحيي ذكرى شهدائنا من أبناء الشرطة الذين لبوا نداء ربهم، فإننا نؤكد أن تلك الجهود والتضحيات كانت وراء عودة الشرطة لأحضان الشعب المصري، فكل قطرة دم سالة من شهيد أو مصاب ساهمت في تحقيق قدرا من أمن وأمان مجتمعنا، وكانت ببسابة لبنة في بناء استقراري. وأدعو أبناء الخريجين وكل رجال الشرطة مواصلة أداء تلك الرسالة الوطنية لتحقيق كامل الأمن والأمان والحفاظ على تلك البسمة التي رسمت على الوجوه فرحة بجهود أبنائها من رجال الأمن وانحيازهم للشعب، والوقوف جنبا إلى جنب في صفوفه يحمي أمنه ويصون سلامته. كونوا دوما بجانب شعبكم، فإنه ينتظر منكم الكثير ويعقد عليكم الآمال وعلى عطائكم، فكونوا دعما له سندا لمسيرته. حققوا أمنه مهما بذلتم في سبيل ذلك من تضحيات، فإنه شعب يستحق منكم البذل والعطاء. الحفل الكريم، لقد أثبتت ثورة 30 يوليو لكل المصريين وللعالم حجم وقدر الضغوط التي تحملها جهاز الشرطة وتحديات الغدر التي تعرض لها، ولم يكن بمقديره أن يرفع الظلم ويواجه الغدر إلا بإرادة هذا الشعب المصري. وإن وزارة الداخلية وهي تصر على أن تواصل تلبية نداء المصريين وترسيخ دورها في العمل من أجل حفظ أمن مصر بدعم متواصل تقدمه لنا قواتنا المسلحة الغالية، إنما تؤكد أن كل رجالها يبذلون الغالي والنفيس من أجل القيام بمهمتهم التي كلفهم بها شعب مصر في إطار من المهنية والعقيدة الشرطية ووفق ضوابط القانون. حفظ الله مصر التي كانت وما زالت وستظل أبية شامخة بجهود رجالها وأبنائها المخلصين، وفقنا الله لما فيه رفعة وطننا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام الوطني. تحيا جمهورية مصر العربية. تحيا جمهورية مصر العربية. تحيا جمهورية مصر العربية.